اختطاف الأطفال من الشوارع وطلاب المدارس سيناريو ليس بجديد، لكن هل حقاً أعيدت هذه الظاهرة مرة أخرى أو عادت إلى الواجهة مجدداً سيما مع بداية العام الدراسي الجديد في العراق؟ في مقطع فيديوي متداول عبر منصات السوشيال ميديا أثار قلق أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، والذي يتحدث عن محاولة اختطاف طالبة أثناء خروجها من المدرسة مساءً. وأظهرت كاميرات المراقبة سيارة أجرة وهي تحاول التقرب من تلك الطالبة ومحاولة إقناعها بالتوقف من أجل الصعود إلى العربة، فما الذي حدث بعدها؟ لنتابع. هاي أمس يعني بالدوام العصري ذاك الأسبوع يمكن الثلاثة بالوحدة بثنتين دوام العصري طالعين هاي المدارس سومر أو نرجس هاي اللي من السوق هرج طالعين، وهاي البنية تخطفها هاي السيارة الصفراء فتحوا لها الباب مثل ما شفتوا بالصورة، يعني لو ما الكاميرات مالت الشارع مالت البيوت وشايفينها، وطلع الولد ونقض البنية أخذها كان خاطفينها اللي دوام بنات العصر ظهري بالثنتين، يعني لازم واحد يجيبهم ويرجعهم، ديروا بالكم كان بنية كان ولد ما أدري يمكن رجعت حالة الخطف بعد الله الحافظ إن شاء الله عليهم. هاي ذاك اليوم أمس بشارع نصايرة سوق هرج. يا بعد قلبي وسلامتكم. الحادثة هذه وقعت في مكان يدعى سوق هرج كما ذكر، وكما لاحظنا أيضا من المقطع المصور أن الطالبة أكملت طريقها ولم تلبي رغبة صاحب السيارة التاكسي التي يبدو أو كما قيل أنهم حاولوا اختطافها. اللقطات هذه والتي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت ردود أفعال كثيرة ومتباينة، وأيضا أرادت هذه السيدة أن من خلال هذا المقطع أن تتحدث عن هذه الظاهرة وعن هذه الطالبة التي ظهرت في مقطع الفيديو والتي قيل أنهم حاولوا اختطافها. طبعا هناك ردود أفعال كثيرة من الناشطين الذين تداولوا مقطع الفيديو هذا الذي شاهدناه والمصور عبر كاميرات المراقبة، ووقفنا مع بعض من تلك التعليقات. والبداية مع تعليق لقاسم العبودي، يقول قاسم في تعليقه عن هذه الحادثة: يا جماعة الخير أخذوا الحيطة والحذر، ترى رجعت ظاهرة الخطف يوم الجمعة، خطفوا ولد أقاربي عمره 15 سنة والحد هسه ماكو، أبوه وأمه منهارين من القهر، أما تخلي ابنك بخط نقل أو أنت توصله للمدرسة وبهيك حالة ترتاح وتأمن على ابنك أو بنتك وما حد يسترجي يتقرب منهم. تعليق من علي أحمد، يقول علي في تعليقه: لا شفنا أحد راد يخطفها ولا شفنا أحد أنقذها، وأغلب الظن سألوها على مكان لأن توقفوا ثلاث مرات، فالخاطر الله منين تجيبون هالكلاوات؟ هذول أهل طالبة بالمدرسة جايبين بنتهم صدفة شافت صديقتها وكفولها والبنية ما قبلت تصعد، فهذا كل ما بالأمر. تعليق من نور الزهراء، تقول: أويلي عليش يوم قلبي احترق على الطفلة خطية، هم زين ما أخذوها، بس سؤال ليش ماكو دوريات شرطة بالشارع؟ المفروض يخلون دوريات شرطة يحمون الطلاب والناس، بلشنا دوام بالمدارس وبلشت المشاكل يوم خطف يوم تحرش، والله يستر من تاليها. تعليق من محمد البصراوي، يقول: محمد شو القضية؟ اللي يريد يخطف يقعد يتوسل بطفلة؟ ولو كان في خطف من صدق فيا أهل الغير، من تشوفون هيك موقف قدامكم لا تقفون وقفة المتفرج، تتدخلون في أسرع وقت. وأيضا صراحة كل شيء بالعراق جائز، قتل ذبح تنمر، فبقت على الخطف نعيش ونشوف.